ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: وقد يقول المنافق كلمة الحق، ثم قال: تلقى كلمة الحق إذا سمعته. هل يعني ذلك أن المسلم يجوز له أن يتلقى أمور الحق من المنافقين؟ لا، ما هو مبدأ هذا أن نتلقى الحق عنهم، لكن بعض الأحيان قد تقع كلمة الحق على لسان المنافق، بعض الأحيان ما هو دائما. نعم.